انا محتاجه كوبايتين من الفريك وبتغسليها تحت الحنفيه، بتسيبيه منقوع كده تقريبا 20 دقيقه ولا حاجه، يمكن حتى كمان ربع ساعه ما فيش مشكله. معايا نص كيلو من الكبد والكلاوي، ممكن كميه اقل من كده ما فيش مشكله زي ما تحبي، بس هو كوبايتين الفريك هيبقى مناسب عليهم قوي. نص كيلو خليط ما بين الكبد والكلاوي متقطعين شرايح رفيعه عشان ما ياخدوش معانا وقت في التسويه، وكده كده هيكملوا تسويه مع الفريك. ملح، فلفل اسود، معايا جوزة الطيب، رشه طبعا من جوزة الطيب، فصين من المستكه، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، وهحتاج فصين من الثوم المفروم، ونص كوبايه من الطماطم المبشوره، يعني تقريبا طماطميتين كبار مبشورين كده بالمبشره، ومعايا بصلايه كبيره متقطعه صغير، وشوربه لحمه ان وجد يعني، ومعلقتين كبار من الزبده، معلقه زيت، هنحط كمان معاهم كده رشه شطه وبس حلوه دي، ونجيب زبده. عايزه اشوح اول حاجه الكبد والكلاوي، عايزه اجيبهم جنبي لان الطاسه انا مسخناها قوي. هنحط زيت اول حاجه مش كتير، لازم نسخن الطاسه كويس قوي كده كفايه، وهنحط استنى هحط الكبد والكلاوي عشان انا قلقانه الزبده تتحرق. واحد اتنين تلاته، هنحط الكلاوي الاول. ايوه الكلاوي، ونحط لها بقى مكعب زبده كده اوام، حاجه مفتخره، ورشه جوزة الطيب. الله الله على الريحه، الريحه بقى ولا تتقال ولا تتقرا. هنحط فيها شويه زيت عشان هنشوح الفريك، وكمان هنحط زبده، مكعب صغنون بصوا قد ايه من الزبده، وبرده فصين مستكه، تمام، وهنزل بالفريك كده اهو. بس اتفقنا ان الفريك منقوع، تمام، ومنقوع لمده ربع ساعه تقريبا، وبعدين بنصفيه وبنشوح بقى الفريك العظيم ده كده. هنحط له بقى ثوم، فص ثوم واحد، هنحط له برده رشه شطه خفيفه خالص، مش هتعمل اي حاجه غير انها تعمل طعم لطيف، وهنحط بهارات لحمه او السبع بهارات، هنحط البصل، بصل احمر حلو كده متقطع صغير، هنحط كمان بقى الطماطم المبشوره كده اهو، وملح وفلفل، ملح مش كتير، لسه هنحط شوربه كده. تعالي بقى يا كبد ويا كلاوي يا حلوه، وهنقوم حاطينهم كده على الفريك، وهنحط الشوربه وهنسيبها كده تتشرب، تمام، ويستوي الفريك، ونقوم حاطينه في طاجن في الفرن ياخد بس كده وش خفيف، وهيبقى ظريف جدا. بصوا احنا عايزين الشوربه، شوربه اللحمه يا دوب عقله صباع واحده بس فوق الفريك. اول ما الشوربه تتشرب هنغطي الحله ونسيبها لمده ربع ساعه تقريبا، هنتاكد ان الفريك استوى، هنقوم نقلينه كله في طاجن لطيف كده ياخد بس وش حلو تحت الشوايه، او لو حتى عايزه خلاص تغرفي منه وتاكلي على طول مفيش مشكله زي ما تحب. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا اول وصفه، عملنا طاجن الفريك بالكبد والكلاوي، حلو خالص وسهل جدا، طعم الفريك فيه فظيع. لو استاذ احمد كده يجيبها لنا الكاميرا كده قريبه، بصوا بصوا يا جماعه الجمال، الفريك مستوي بالكبد والكلاوي فظيعه، والريحه كمان تهبل، مش متخيلين.